السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من الآخر وخلاصة. أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من الآخر وخلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الجزائري وترتيب الهدافين، الرابطة الجزائرية المحترف الأولى من بوليس، وترتيب بعد نتائج بعد انتهاء الجولة 16 اليوم السبت 6/3/2021. الجولة بدأت أمس الجمعة 5/3/2021 بفوز سريع غليزان على اتحاد العباس 1-0، اتحاد بسكرة فاز على وفاق سطيف 1-0، شباب قسنطينة فاز على النصر حسين ضاي 2-1، وداد التلمسان تعادل امام نجمة مقر 2-2، وشبيبة القبائل فاز على اولمبي المادية 2-1. طبعا تم تأجيل مباراة شباب بلوزداد وتم تأجيل مباراة مولودية الجزائر عشان بيلعبوا في دوري الابطال. اليوم السبت 6/3/2021 مولودية وهران فاز على شبيبة سكاكدة 1-0، برادو فاز على اتحاد الجزائر 2-1، واولمبي الشلف خسر امام جمعية عين مليلة 2-3، او يعني جمعية عين مليلة فاز 3-2. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الجزائري ثم نتعرف على ترتيب الهدافين بعد انتهاء الجوله 16. متابعينا الكرام، في ترتيب جدول الدوري الجزائري، في المركز الاول وفاق سطيف ب 30 نقطه، المركز الثاني مولوديه وهران ب 30 نقطه، ايضا شبيبه الثوره في المركز الثالث ب 29 نقطه من 14 مباراه، وفاق سطيف ايضا من 14 مباراه، اولمبي الماديه في المركز الرابع ب 28 نقطه، شبيبه القبائل في المركز الخامس ب 27 نقطه من 14 مباراه، جمعيه عين مليله في المركز السادس ب 26 نقطه من 15 مباراه، برادو في المركز السابع ب 23 نقطة، اتحاد الجزائر في المركز الثامن ب 21 نقطة من 15 مباراة، شباب بولزداد المركز التاسع ب 20 نقطة من 10 مباريات، سريع غليزان على المركز العاشر ب 20 نقطة من 15 مباراة، مولودية الجزائر في المركز الحادي عشر ب 19 نقطة من 12 مباراة، وداد التلمسان في المركز الثاني عشر ب 18 نقطة من 15 مباراة، شباب قسنطينة في المركز الثالث عشر ب 17 نقطة من 14 مباراة، نصر حسين داي على المركز الرابع عشر ب 17 نقطة، أولمبي الشلف في المركز الخامس عشر ب 16 نقطة من 14 مباراة، اتحاد بسكرة في المركز السادس عشر ب 16 نقطة، اتحاد العباس المركز السابع عشر ب 14 نقطة، نجم مقر المركز الثامن عشر ب 11 نقطة من 15 مباراة، شبيبة سكاكدة المركز التاسع عشر ب 8 نقاط من 15 مباراة، أهلي برج بوعريريج المركز العشرين والأخير بأربع نقاط من 14 مباراة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر هدافي الدوري الجزائري بلال مسعودي لاعب شبيبه الثوره في المركز الاول بثمانية اهداف. المركز الثاني كدور بن جلالي لاعب اولمبي الشلف بسبعة اهداف، وخلف الله لاعب اولمبي المادية. في المركز الثالث حمزه قدري لاعب اتحاد الجزائر بستة اهداف، ومحمد عمور لاعب وفاق سطيف في المركز الرابع، محمد ربيع مفتاح لاعب نصر حسين ضاي بخمسة اهداف، وعادل جعبوت لاعب جمعية عين مليلة، وحمزة بلحول لاعب شباب بلوزداد، وسام فريو لاعب مولودية الجزائر، وبن بو علي لاعب برادو ايضا بخمسة اهداف. المركز الخامس احمد الكندوسي لاعب وفاق سطيف باربع اهداف. كان معكم محمد نور الدين من قناة من اخر وخلاصة، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.